صباح الخير، إنها الجلسة الثانية لمجلس الوزراء منذ تشكيل هذه الحكومة. طبعا ضيفي اليوم الدكتور عادل يمين تأخر للوصول بسبب زحمة السير. بدي أبدأ هذه الحلقة مع زميلتنا جوال بيونس من السرايا الحكومية اللي تطلعنا على أجواء هذه الجلسة. صباح الخير جوال، هيدا الجلسة الثانية. الجلسة الأولى كانت شهدت مشهد يعني كان إشكالي، ويعني إذا بدي كان في قراءة إشكالية له بالسياسة. اليوم خبرينا عن أجواء هذه الجلسة. يعني هذه الجلسة لم تبدأ بالفعل جزافيا هنا في السرايا الحكومية، ولكن الوزراء بلشوا يتوافدوا لهذه الجلسة. خليني أقول بداية أنه هذه الجلسة الثانية لحكومة إلى العمل، ولكن الجلسة الأولى التي يترأس رئيس الحكومة سعد الحريري هنا في السراي، مثل ما الكل كان يعلم، الجلسة الأولى انعقدت بالقصر الجمهوري ببعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد مشعل عون، ولكن كانت جلسة حامية جدا، كان فيها نقاش سياسي بالمواضيع السياسية. لم يكن هناك خلاف على جدول الأعمال بالجلسة السابقة، ولكن فقط على المواضيع السياسية، ومثل ما بيت معروف هن أبرز المواضيع المطروحة هو موضوع النزوح السوري يلي حاز على النقاش الأكبر بجلسة بعبدة. ولكن هنا في السراي الحكومي حتى ولو لم تبدأ هذه الجلسة فعليا، ستبدأ بعد دقائق قليلة، يبدو أن هناك أجواء تهدئة. ستختلف هذه الجلسة بأجواء عن جلسة بعبدة، يبدو أن هناك اتصالات أجريت لحتى تكون هذه الجلسة فعلا هادئة، لحتى تبعد عن النقاشات السياسية الخلافية، وهون أعني يمكن موضوع النزوح السوري، أو حتى يمكن موضوع الحسابات المالية، أو ما يتهم فيه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بموضوع ال 11 مليار. وكل هذه الأمور أجريت يبدو اتصالات. وهون خليني أشير إلى اللقاء يلي جمع بالأمس يعني رئيس الحكومة سعد الحريري بزيارته إلى عين التيني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد يكون هذا الاجتماع كمان أثمر أجواء تهدئة، أن تنعكس هذه التهدئة هنا في على طاولة السراي الحكومة. إذا هذه الجلسة يتوقع أن تكون عادية. جدول الأعمال هناك على جدول أعمال 52 بند، أقول كله عادي، ليس هناك من شيء استثنائي باستثناء أمر واحد من خارج جدول الأعمال، وهو حكي عنه الوزراء قبيل دخولهم إلى هذه الجلسة. الوزير محمد فنيش سئل عما إذا كان سيطرح هناك مواضيع من خارج جدول الأعمال، قال موضوع درجات الست للأساتذة الثانويين سيطرح في حال كان هناك مجال سنطرحه. الوزيرة مي شدي علقت على هذا الموضوع وقالت عندما يطرح وفي حال طرح هذا الموضوع، وأعني هنا بطبيعة الحال الدرجات الست للأساتذة، فهذا الموضوع موقفنا كقوات لبنانية سنعلنه على الطاولة. أما الوزير المعني الأول وهو وزير التربية أكرم شهيب قال ردا وتعليقا على هذا الكلام أن هناك اتفاق بطرح هذا الموضوع، وأعني دائما درجة الست للأساتذة على طاولة مجلس الوزراء. عدا عن هذا الموضوع، في هناك من خارج جدول الأعمال يحكى، أقول يحكى، أنه قد يطرح وزير الدفاع الياس بوصعب موضوع تعيين رئاسة برئاسة الأركان، ولكن هناك مصادر وزارية تقول جوزيفين للأو تي في أنه قد يكون هناك الاتجاه لسلة متكاملة بكل المجلس، وبالتالي قد يصعب يعني اليوم تعيين رئاسة الأركان هنا في هذه الجلسة، علما أنه هذا الموضوع مطروح للنقاش، قد يطرح أو لا في هذه الجلسة، يترك طبعا لما تثمر عليه المفاوضات أو حتى نقاشات على طاولة السراي الحكومي. هذا بالنسبة لما هو خارج جدول الأعمال. أما بالنسبة لجدول الأعمال فهو عادي جدا، يتصدر هذا جدول الأعمال بند طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها طبعا اليورو بوند المستحقة للعام 2019. وهنا قد يعني يفهم البعض أنه هذا تهرب من مناقشة مشروع الموازنة، ولكن مصادر وزارية تؤكد أنه هذا ليس هناك من علاقة من بين مشروع الموازنة المناقشة وهذا الموضوع. أما موضوع الزيارة إلى سوريا، هناك زيارة مرتقبة لوزير الزراعة، فهو قال إذا كان هناك مجال سأطرحها، ولكن أعود وأقول لجوزيفين أنه الموضوع النزوح السوري اللي هو متأجج
يستبعد أن يطرح هنا أي موضوع خلافي، يستبعد أن يطرح حتى زيارات إلى سوريا. قال الوزير الزراعة إذا كان هناك من مجال سيطرح هذا الموضوع. إذن من المتوقع أن تكون أجواء هذه الجلسة هادئة جدا. هلأ شو بيصير وماذا يستجد على طاولة النقاش وأي موقف؟ طبعا هذا الأمر يترك لطاولة السرايا الحكومية. نحن هنا لموافاتكم بأي جديد. ويبدو في هذه الأثناء أنه بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي. جوزيفين، شكرا لك، يعطيك العافية. زميلتنا جوال بيونس مباشرة من السراي الحكومية، يعطيك ألف عافية. بدي قبل ما استقبل أيضا ضيفي بدي أنتقل باتصال مع نائب ألاعون. صباح الخير سعادتك. صباح النور. اليوم في اجتماع بعين التينه لاجتماع الهيئه العامه لمجلس النواب لتحددوا على اساسه جدول الاعمال الجلسه المقبله. يبدو انه الاجواء بالسرايا هي ما فيها اشكالات، يعني تختلف جدا عن اول جلسه. خبرنا كيف راح تكون الاجواء في مجلس النواب. اول شيء عندنا اجتماع هيئه مكتب مش هيئه عامه. نعم. اكيد تحضيرا لجلسه تشريعيه. رئيس بري هو بصدد الدعوة لها. أكيد الجو رايق، وهون أصلا مجلس النواب حتى فترة تشكيل الحكومة ومفاوضات تشكيل الحكومة كان شغال، يعني ما كان عم بموقف يعني شغله. نعم. كان ماشي حاله. فالأجواء ناشطة، والجلسة اليوم انطلاقا من جهودية جدول أعمال ل عدة قوانين صارت جاهزة للإقرار، خلصت مسارها في المطبخ التشريعي، يعني أي اللجان أو اللجان المشتركة، واليوم صارت جاهزة لتروح للمناقشة في الهيئة العامة لإقرارها أو ردها في حال ليس هناك موافقة عليها. فعمليا هيدا الأمور طبيعية يعني ماشي، وهناك مشاريع قوانين، قسم منها مشاريع قوانين جاية من الحكومة، وقسم منها اقتراحات قوانين جاية من مجلس النواب. رح يكون أكيد من أبرزها قصة قانون المتعلق بالصرف على أساس قاعدة الاثني عشرية. نعم. لحديد ما إصدار موازنة أو غيره. نعم. طيب في انعكاس لهلأ السجال حول 11 مليار على هذا الاجتماع؟ لا لا أكيد لا، لأنه مش مرتبطين يعني ببعضهم. الموضوع السجال السياسي أقصد يعني. بعتقد أنه موضوع ال 11 مليار أو موضوع يعني موضوع الحسابات المالية حياخد اكيد حيز كبير لحظه الموصل على مناقشه الموازنه. ليه؟ لانه لاقرار الموازنه المفروض نكر على حساب، بتعرف انه السنه لانه خلصوا الحسابات الماليه لاول مره رح نقدر نعمل قطع حساب. وهيك تعهدنا اصلا بالموازنه السابقه. صحيح صحيح. وساعتها هون بده يصير في الحديث عمليا عن موضوع ال 11 مليار وكيف بدنا نتعاطى مع الموضوع انطلاقا من نتائج الحسابات. هلا ما فينا نحكم قبل ما نكون شفنا شو فيهم. يعني انا ما بدي فوت بكليشيات لها علاقه بهلا حكي مسبق عن الموضوع. انما بالاخر كنا بنعرف انه في مخالفات وفي تجاوزات، هذه ما حدا فيه بقى يتنكر لها. وهيدي يجب ان تخضع لتدقيق للرقابة اللازمة. وحتى على اساسها نشوف كيف بدنا نتصرف من ناحية اول شيء تسهيل عملية اصدار موازنة جديدة بلحظة ما نوصل لاقرارها، وبذات الوقت كمان محاسبة المخالفات عندما تثبت المخالفات من خلال الاحتلال. برأيك في أحكام رح تصدر ولا دايما أنه صعب، لأنه ممكن أنه يصير في إذا بدك تحديد مسؤوليات، ممكن يصير في إصلاح لهذا أو تحديد وين ما في حسابات، بس محاسبة أو محاكمة رح يصير في؟ هلا ليكي التحدي الكبير هون دائما على المحاسبه. يمكن انا هذا الموضوع اثرته خلال جلسه الثقه بكلمتي. مظبوط. انه يمكن في جزء من المحاربه الفساديه على المرحله اللي صار فيها اخطاء وبدها محاسبه، انما هذه مسؤوليه القضاء. ويمكن هي تحديدا مطرح ما الناس ما بقى عندها ثقه. وفي جزء له علاقه بالمرحله اللي جايه كيف نمنع فيها يحصل فساد جديد. يعني انا بعتقد انه في المسؤوليه بالمحاسبه تقع بشكل اساسي على القضاء، واذا لم يقوم القضاء بواجباته للاخر بهذا الموضوع اكيد ستبقى هذا الموضوع يعني احدى نقاط الضعف اليوم
الخلل الاساسي الموجود بنظامنا السياسي الطائفي. وايضا بفئه الناس فينا وعلى جنب بفئه الناس في الطبقه السياسيه. طيب بنشوفك بكل الاحوال بعد شوي بعين التينه، شكرا لك على هذه المداخله. انا بقلعون، نحن مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل علينا، من بعد الفاصل علينا رح نستقبل ضيفنا الدكتور عادل يمين. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف الدكتور عادل يمين، بدي رحب فيك الخبير الدستوري والباحث السياسي. صباح الخير. أهلا بكم. في عدة مواضيع اليوم بدنا نحكيها، بدءا اليوم في قبل شوي كنا مع زميلتنا جوال من السراي في جلسة ثانية لمجلس الوزراء، يبدو أنه أجواءها هي هادئة جدا مختلفة عن الأجواء الجلسة الأولى لما صار في مثل سجال سياسي، بدأ سجال سياسي ورفعه رئيس الجمهورية متمسكا بصلاحياته، وبعدين صار في أسئلة ونقاش حول صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الوزراء مجتمعا. بدنا نحكي بهذا الموضوع، وطبعا بدنا نحكي بالموضوع النازحين وعودة النازحين والخمسة آلاف الموظف يلي اليوم عم بتم التحقيق به كيف تم توظيفهم، بدءا من مجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية. البعض يقول أنه مجلس الوزراء مجتمعا كل القوى السياسية هي على كلمة من يحدد سياسة البلاد أو مصلحة العليا للبلاد، من يحددها؟ طبعا عندما نتكلم عن تحديد السياسات العامة في البلاد فهي مناطة بعد التعديل الدستوري اللي أقر بنتيجة وثيقة الوفاق الوطني العام 1990 بمجلس الوزراء، ولكن وقت لما نتحدث عن مصلحة الدولة العليا صرنا في أمر آخر. نعم. وهون يجب التمييز تماما، نحن ما عم نتحدث عن تدابير اعتيادية ولا عم نتحدث عن سياسات عامة، عم نتحدث عن أمر جلل خطير يمس مصلحة الدولة العليا، أي موضوع النازحين. ولا خلاف بين اثنين على أن موضوع النازحين يقض مضاجع اللبنانيين ويشكل تهديدا حقيقيا بالديموغرافيا والاقتصاد والاجتماع، لا بل بالأمن. وبالتالي عندما يكون رئيس الجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور هو رئيس للجمهورية ورئيس للدولة، علما أنه ليس في كل الأنظمة الديمقراطية بالعالم ولا في كل الأنظمة البرلمانية يكون رئيس الجمهورية هو في الوقت ذاته رئيس للدولة. عندنا في لبنان وبعد الطائف وردت عبارة رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. هذه الصفة أي رئاسته للدولة بكل مؤسساتها وبكل سلطاتها وبشعبها تعني صلاحية معينة وليست مجرد شعارا إنشائيا، بمعنى رئاسته للدولة تخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه ضروريا ولازما في خلال ترأسه للدولة من أجل تنفيذ مضمون قسمه. نعم. لأنه الوحيد الذي يقسم على المحافظة على الدستور واستقلال البلاد وتطبيق القوانين. ومجلس الوزراء مجتمعا ماذا يحدد إذا هيك؟ مجلس الوزراء يتولى السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية هو أحد رأسي مجلس الوزراء، لأنه عندما يحضر يترأس الجلسة، كما أن القرارات التي تقرر في مجلس الوزراء تصدر بموجب مراسيم ورئيس الجمهورية يصدرها وله الحق بردها إلى مجلس الوزراء. لا أحد يعتدي على دور مجلس الوزراء في ممارسة السياسات العامة، في تعيين الموظفين، في اتخاذ القرارات التي تعود للسلطة التنفيذية. أما عندما يتعلق الأمر بمصلحة الدولة العليا، رئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة وكونه الوحيد الذي يقسم اليمين على المحافظة على الدستور وعلى استقلال البلاد وسيادتها وعلى احترام القوانين دون سائر الجهات الدستورية ودون سائر المسؤولين في الدولة، هو الوحيد في السلطتين التنفيذية والتشريعية من يقسم اليمين. هذا القسم لا يكون له من معنى لا سمح الله إن لم يكن له ترتبات عملية. الترتبات العملية تعني أن الرئيس عندما يوجب الدستور عليه
أن يقسم اليمين عندما يتولى السلطة، فذلك يعني أن الدستور حفظ له الإمكانات التي تخوله تنفيذ مضمون القسم. مش معقول للدستور يحلف الرئيس يمين على المحافظة على الاستقلال والسيادة والدستور والقوانين وما يكون عطيه الأسلحة الدستورية اللي بتخوله تنفيذ مضمون القسم، وإلا بيتحول القسم لنوع من الاشتباك ما بين القسم والواقع الدستوري. لذلك ما فعله الرئيس ميشيل عون في جلسة مجلس الوزراء هو ممارسة حقيقية لدور رئيس الجمهورية ولدور رئيس الدولة. يمكن البعض منه معود من بعد الطائف أنه يكون في رئيس يمارس صلاحياته، تعودوا أنه يكون الرئيس بأحيان كثيرة مجرد استكمال للصورة الدستورية من دون أن يكون لدوره من مضمون وفاعلية. لا، بلشوا يتعودوا معنى الرئيس القوي، معنى الرئيس اللي بيمارس صلاحياته للآخر. جربوها بالمادة 59 من الدستور، وقت لما توقف مجلس النواب عن علّى اجتماعاته منعا للتمديد، وهذا الأمر أدى لنصال لقانون انتخاب. جربوه بالحرب على الإرهابيين والجماعات التكفيرية بالجرود، وقت لما أعلن المعركة واستمر فيها حتى إنجاز التحرير. جربوه في كل المفاصل وفي كل القرارات، واليوم عم بيجربوه وسينجح الرئيس ميشيل عون في موضوع ملف عودة النازحين، لأنه يتعلق بالأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي ولا يجوز التهاون فيه. وقت لما قال بمجلس الوزراء أنا برفع الجلسة لأنه النقاش أخذ منحى خاطئ، هو كمان مارس صلاحيته الدستورية، لأنه الدستور يعطي رئيس الجمهورية حق ترأس الجلسة عندما يحضر، وترأس الجلسة تعني حكما الحق بإدارة النقاش والحق برفع الجلسة عندما يشاء حتى ولو لم يكن قد تم الانتهاء من جدول الأعمال. نعم. طيب، هنا في بعض القوى السياسية تقول أنها يحق لها بحكم أنها مشاركة في مجلس الوزراء أن تعطي رأيها على الأقل في بعض السياسات، يعني هي تشارك في صنع سياسة الدولة، مثل بملفات حساسة مثل ملف النازحين، العلاقة مع سوريا خصوصا وأنه كان في هيك مواضيع إشكالية مثل زيارة صالح الغريب إلى سوريا وحديث وزير الدفاع من ميونخ عن الشمال السوري، وبالتالي يحق لها النقاش، وبحين رئيس الجمهورية حتى يعني ما فتح مجال للنقاش إلى أي نعم تفضل. يعني أستاذ جوزفين، المجلس الوزراء أو الوزراء هل يمكن أن يناقشوا بما يخالف المعاهدات التي يرتبط بها لبنان، أو يناقشوا بما يخالف وثيقة الوفاق الوطني ودستورنا؟ هون بطل نقاش، صار الأمر بيحتاج لتعديل بالمعاهدات وتعديل بالدستور ومؤتمر وطني لتعديل وثيقة الوفاق الوطني. إذا بنرجع لاتفاق الطائف، اتفاق الطائف اللي منه استمد التعديل الدستوري أحكامه، بيقول أنه لبنان وسوريا يرتبطان بعلاقات صحيح. مميزة صحيح. ما في دولة تانية ميزة الطائف إلا سوريا، وحتى يعني مش بس ينص على اتفاقيات بين البلدين، يعني نتيجة الطائف تم توقيع عشرات المعاهدات. أول معاهدة معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وانبثق منها عشرات الاتفاقيات بين لبنان وسوريا. هل المعاهدات والاتفاقيات لا تزال قائمة؟ لم يطلب لبنان لا تعديل ولا إلغاء، علما أنه ما بيقدر أحد الطرفين لحاله يلغي المعاهدة. بس زيادة عن ذلك، من الناحية الرسمية لم يتقدم لبنان لا بطلب تعليق ولا بطلب تعديل ولا بطلب الرجوع عنها. اثنين، لبنان وسوريا مرتبطين بعلاقات دبلوماسية قائمة، وهي العلاقات كانت نتيجة مطالبة التيار السيادي في لبنان على مدى عقود بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وفتح سفارة سورية في لبنان وسفارة لبنانية في سوريا من أجل التأكد من اعتراف النظام السوري بلبنان كدولة سيدة ومستقلة. فوقت لما استجابت الدولة السورية وفتحت السفارة، صرنا نحن اليوم هل يعقل أن نصبح اليوم نحن عم نطالب بقطع علاقات أو تجميد علاقات؟ ثلاثة، السفير اللبناني في سوريا
والسفير السوري في لبنان عم بيقوموا بشغلهم وموجودين بسفاراتهم، والسفير اللبناني تعين بالحكومة السابقة بحضور كل القوى اللي بعضها اليوم عم بيعترض. انت ما فيك تعترضي على الاتصال مع سوريا وانت معيني سفير لبناني في سوريا، ما هو السفير من أجل إجراء العلاقات بين البلدين. هو الازدواجية دائما انه في تمسك باتفاق طائف من القوى السياسية نفسها يلي اليوم عم تصر على يعني اذا بدك عدم الاستكمال بالعلاقات مع سوريا، يعني اذا بدك يعني تيار المستقبل وحلفائه يلي متمسكين باتفاق الطائف عند كل مفصل بالمشهد السياسي بلبنان، هن نفسهم اليوم يرفضون هذه العلاقة، مع العلم أنه اتفاق الطائف إذا نص على شيء فهو نص على العلاقة مع سوريا. هيدا ازدواجية بالموقف للأسف. وبعدين إذا ندخل على المضمون، طيب عودة النازحين السوريين أليست ضرورة وطنية قصوى ترتقي إلى مرتبة الأولوية الوطنية والقومية اللبنانية؟ طيب مش نحن اللي عنا مصلحة قبل النظام السوري بعودة النازحين السوريين اللي عم بينافسوا اليد العاملة اللبنانية، اللي عم بيزيدوا الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية؟ هلا في مبادرة روسية كتير منيح. طيب بكل الأحوال كيف بدنا نرجع؟ والقوى السياسية موافقة طبعا، ممتاز، مذكورة بالبيان الوزاري. كيف بدك ترجع؟ هون بدي أسألك شغلة قبل ما نفوت بموضوع المبادرة الروسية وموضوع النازحين السوريين. طيب إذا افترضنا أنه اتفاق طائف ينص على هذا البند وأنه مش مفترض على القوى السياسية اللبنانية أن تتصرف بهذا الشكل، خصوصا وأنه في سفارة في لبنان واتفاق طائف ينص على العلاقات، ولكن في شيء أساسي أيضا نحن ما عم ننتبه له، أنه اليوم النظام السوري وضع تيار مستقبل على لائحة الإرهاب، وهذا أمر كمان منه تفصيل بالمشهد بين البلدين، تيار المستقبل يلي على رأسه رئيس حكومة لبنان سعد الحريري. كيف ممكن يكون انعكست هذا الأمر على المشهد العلاقة بين البلدين سياسيا وقانونيا؟ هلا طبعا هيدا الموضوع بعتقد في اتصالات من أجل معالجته، ولكن بدي أسأل أنا، وقت لما المملكة العربية السعودية بتوضع حزب الله على لائحة الإرهاب، هل هذا يستدعي منا أن نقطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ونمنع التواصل بين لبنان والسعودية؟ هي حاطته على لائحة طبعا الإرهاب. وقت لما بريطانيا امبارح بريطانيا بس لا المملكة العربية كل الخليج حاطين حزب الله على لائحة لوائح الخاصة فيهم انه هودي حزب ارهابي. امبارح بريطانيا وضعت حزب الله كمان. شو كان موقف لبنان؟ انه نحن قال الرئيس سعد الحريري ما يهمنا حفظ علاقات لبنان والمملكة البريطانية وعدم تأثر العلاقات بين لبنان وبريطانيا. فإذا كان في حزب من قبل دولة موضوع على لائحة الإرهاب، هيدا الأمر ما بيستدعي من الدولة اللبنانية أنه تقطع العلاقات، وإلا بدنا نقطع العلاقات مع أمريكا ومع بريطانيا ويمكن نص الخليج لأنه أحد الأحزاب موضوع على الإرهاب، وبالمقابل بدنا نقطع العلاقات مع سوريا لأنه كمان في أحد من الأحزاب موضوع على لائحة إرهاب سورية. لا، نحن بنتعامل كدولة مع دولة. لبنان لا يزال يقيم علاقات دبلوماسية وسياسية مع سوريا. اثنين، الحاجة إلى التواصل مع الحكومة السورية من قبل لبنان هي حاجة لبنانية أكثر ما هي حاجة سورية، لأنه عندنا مشكل 1.5 مليون نازح سوري، كيف بدنا نرجعهم على بلادهم بدون التواصل مع الحكومة السورية؟ ما هي اللي بدها تدرس الملفات الأمنية وتسمح لزيد أو عمر بالعودة، هي اللي بدها نتواصل معها إذا في حاجة لقانون عفو، لتسهيلات معينة، لتشجيعهم. بالضبط، اليوم تيار المستقبل بيقول إنه الحكومة السورية لم تعطي بعد التسهيلات لعودة النازحين، وأنه ما في مانع من عودة النازحين، عشرات الآلاف اللي رجعوا. كيف تيار المستقبل لا يمانع بعودة النازحين، وفي سفارة لبنانية في سوريا وفي سفارة سورية في لبنان، وفي اللواء عباس إبراهيم يقوم بدوره، وحتى في تواصل بين القوى السياسية، عدد من القوى السياسية وسوريا، وبالتالي التصويب على تيار المستقبل في هذا المجال
هو مغالاة، هيك بيعتبروا، على اعتبار انه القنوات موجودة للعودة، ولكن النظام السوري هو من لم يضع بعد الخطوات العملية لتسهيل عودة النازحين، من قانون عفو إلى تطمينات إلى الأراضي اللي بيملكوها بمناطقهم إلى آخره. أول شيء قانون عفو صدر، أكثر من قانون عفو بسوريا، ما بيمنع يصير السعي لإصدار قوانين لاحقة، بس بالتنسيق مع الحكومة السورية من خلال مدير العام للأمن العام رجع عشرات الآلاف بالفترة الأخيرة، يمكن فوق 150,000 نازح سوري رجعوا نتيجة التواصل مع الحكومة السورية، ولا واحد من اللي رجعوا تعرض لأي ملاحقة أو لأي ضرر أبدا. اثنين، المناطق اللي صارت آمنة بسوريا يمكن فوق 80% من الأراضي السورية. ثلاثة، هل لبنان هو مسؤول عن كل حدا أو شريحة شعبية مختلفة مع حكومتها ببلدها؟ طب إذا في تنقول بدولة بالخليج حكومة مختلفة مع شعبها، كمان معناتها شعبها لازم يجي يقعد بلبنان طيطمئن، ما يكون عنده أي إزعاج من قبل حكومته؟ لا، مين عم بيقول هيك؟ إنه إذا في بعض الشرائح أو بعض المعارضين السوريين عنده مشكلة مع النظام السوري، هل لبنان هو مسؤول عنهم؟ طيب إذا كانت الدول معتبرة أنه هودي مش لازم يرجعوا على بلادهم، طيب تتفضل الدول، لبنان منه بلد لجوء، هيدي الدول اللي عم تعتبر أنه هودي والله بركي تعرضوا لإزعاج، تتفضل إذا هيدا موقفها تستقبلهم ببلادها. نحن حجمنا الجغرافي ما بيسمح، إمكاناتنا المالية ما بتسمح، وضعنا الاقتصادي ووضع العمالة واليد العاملة بلبنان ما بيسمح، لا طاقتنا على الخدمات والمرافق الخدماتية بتسمح، ولا وضعنا الأمني بيسمح. إذن نحن نعتبر موضوع النازحين أولوية وطنية لا تعلوها أولوية، ونريد عودتهم، ما بدنا يتعرضوا للخطر، ولكن أصبحت المناطق في سوريا الآمنة فوق 80%، وبالتالي يجب عودتهم. العودة لا يمكن، هذا باعتراف دولي، العودة يجب أن تتم بسرعة، وتسريع العودة بيكون من خلال التواصل مع الحكومة السورية. اللي بيقبل السفارات تتواصل، شو المانع يتواصلوا الوزراء؟ شو في فرق؟ شو هي عم نتخبى بخيال اصبعنا؟ يا العلاقات جريمه مع سوريا يا منا جريمه. طيب بس على إذا سوريا على الاقل انه نزع تيار، انه تشيل تيار المستقبل من لائحه الارهاب، حتى على القليله اذا بده يروح او اذا بده يصير في تواصل بين الحكومتين، انه ما يكون راس الحكومه اللبنانيه موضوع على لائحه الارهاب. هيدا الموضوع بيتم تواصل بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين السوريين لمعالجته، ما بعتقد الباب مقفل، ولكن وقت لما في قرارات بحاجة لشغل على مستوى الرؤساء أو مستوى السلطة التنفيذية، ما فينا نقول السفارة بتحلها. السفارة بتقدر تنفذ قرارات قائمة، بس السفارة ما بتقدر تتخذ قرارات أو تدابير جديدة، أو حتى أحيانا يمكن قانون. هيدا بيستلزم تواصل على مستوى أعلى، مستوى السلطة التنفيذية في كلا البلدين. طيب المبادرة الروسية كيف يمكن أن تجد قنوات يعني لتطبيقها؟ منذكر أنه هذه المبادرة انذكرت بالبيان الوزاري تحديدا، يعني هن رحبوا بكل المبادرات التي تعيد النازحين، وتحديدا خصوصا حطوا المبادرة الروسية. كيف يمكن أن تساهم في هذا الملف؟ أنا بالنسبة لي أستاذ جوزفين، مني شايف أي مبادرة بما فيه المبادرة الروسية يمكن أن تسلك الطريق العملي الواضح والميسر بدون التواصل بين الحكومتين السورية واللبنانية. أكيد دور الروسي الوسيط والراعي والمكمل كتير مفيد، والرعاية الروسية بما لروسيا اليوم من ثقل كبير في المنطقة، ومن ضمانة بأمنة الوجود السوري بأي حراك الروسي بأي حراك كتير مفيد، ولكن ما في شيء رح يأمن الجانب العملي من عودة النازحين السوريين إلا التواصل مع الحكومة السورية. وخير برهان على ذلك وقت لما كان في عملية الجرود وكان في قسم بده يرجع على سوريا، لولا التنسيق بين الإدارتين السورية واللبنانية ما كانت تأمنت عودة من تم عودتهم آنذاك. وبالتالي الدور الروسي كتير مفيد، مكمل، مساعد، مسهل، كتير منيح،
ولكن لن يغني عن التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وخصوصا أن ليس هناك من أي مبرر للحرد، لأنه نحن عم نجلد أنفسنا وقت لما عم نحرد وعم نأجل موضوع بات حيويا بالنسبة إلى لبنان. أنت بتعرف أستاذة جوزفين، الطاقة الكهربائية بسبب النزوح السوري ازداد مصروف الميجاوات 500 ميجاوات سنويا. أوكي، بس بدي أقول لك شغلة. صحيح، بس انه قبل النزوح السوري ما كان الموضوع احسن، يعني لا بالبنى التحتيه ولا بالقطاعات يعني الثانيه مثل المي والكهرباء. بس اكيد مش الحق على جبران باسيل او الحق على التيار، ما كان احسن، بس كان عم بيصير شغل. ليش عم بتدافع؟ ما حدا عم بقول هيك، بس انا عم اقول انه مشكله النزوح السوري تتخطى هذا الموضوع، يعني تتخطى اقصد هذه البنى التحتيه وغيرها وغيرها، لانه اساسات البنى التحتيه في لبنان هي فيها مشكله. ومؤتمر صادر بس كان في خطط بلشت لو ما اجى النزوح السوري ساهم بتأخيرها، كانت حسنت الأوضاع، كانت الناتج المحلي 8% عام 2011 استاذ جوزفين، 8%. اليوم بعد الأحداث بسوريا وبسبب النزوح السوري صار 1%. العاطلين عن العمل من اللبنانيين هن اليوم 500,000 مواطن، النازحين السوريين العاملين في لبنان هن 500,000، يعني ما يوازي عدد العاطلين من العمل. نعم. من اللبنانيين. نعم. الأعباء التي تقدر من النزوح السوري في لبنان من 2011 اليوم على الاقتصاد اللبناني كأعباء مباشرة توازي 20 مليار دولار أمريكي. نعم، بس بموضوع العمالة تحديدا، وهذا الشيء حتى نذكر دكتور نديم الملا من السراي كان عم يحكي عن مؤتمر صادر ونسأل عن العمالة السورية، بيقول فيه أن العمالة السورية منا جديدة على لبنان ولا هي بنت الأزمة السورية أو النزوح السوري، فنحن لبنان تاريخيا معود على عدد معين من العمال السوريين يلي هن رح يبقوا حتى بمشاريع صادرة. يعني ما كان عم يتحدث عن أنه في مشاريع خاصة بالبنى التحتية وغيرها من القطاعات، في عمالة سورية ستكون موجودة فيها، وبالتالي حتى نوع الأعمال يلي بيشتغلها العمال السوريين في أحيانا كتير اللبنانيين ما بيشتغلوها، وأنت تعرف حضرتك بتعرف هذا الموضوع، وبالتالي جزء من هؤلاء 500,000 يلي عم تحكي عنهم هن موجودين قبل النزوح السوري. لا أستاذ جوزفين، هالكلام مش كتير دقيق لسببين. أول سبب، العمالة السورية التاريخية الموجودة بلبنان هي عمالة تعمل في ثلاث قطاعات فقط. صحيح، بنى تحتية، البناء. نعم. البناء المحض، يعني تعمر طوب وحجر، مش دهان وبلاط. والزراعة. والزراعة والتنظيف. صحيح، فقط هالثلاث قطاعات، وهي بلبنان بحاجة لإلها. ونحن بالنسبة لإلنا وقت لما يكون في محل بحاجة لعمالة، الأولوية للعمالة السورية قبل العمالة المصرية وقبل العمالة الخليجية وقبل العمالة الهندية، أكيد لأنه بتربطنا بسوريا معاهدات معاهدة أخوة وتعاون وتنسيق. ولكن الأولوية قبل العامل السوري هي للعامل اللبناني، وقبل كل عمال الدنيا هي للعامل اللبناني. اثنين، ال500,000 هودي اللي عم بحكي عنهم هن مش بس كل العامل السوريين في لبنان، هو عم بحكي من بين النازحين. علما انه النازحين مش مفروض يكون عندهم قدرة على العمل بلبنان، لانهم عم بياخدوا مساعدات من الامم المتحدة، بشكل انه على كل فرد من افراد اسرة النازح عم بيتقاضى بدل دعم شهري، احيانا بيوصل هالبدل الى ما يفوق الحد الادنى للاجر اللبناني، فبيقبض من الامم المتحدة النازح السوري، وبذات الوقت بيروح بيشتغل. اصبحت قدرته على منافسة العامل اللبناني كبير كتير، لأنه أصلاً عم بيجي مساعدة، وأصلاً ظروف معيشته ممكن تكون بكلفة أقل من اللبناني، الأمر اللي عم بيؤدي إلى منافسة اليد العامل اللبناني بشكل غير مشروع. زائد عن أنه ما عم بيحصلوا على إجازات عمل العمال، كل العمال السوريين في لبنان، وهون عم بتحدث سواء نازحين أو مش نازحين، علما أنه نازح مش مفروض يقدر يشتغل، حتى المنو نازح عم بيشتغل كتير مرات بدون إجازة عمل، وخلافا لقانون عمل الأجانب في لبنان، لأن في مهن محصورة باللبنانيين، وزراء العمل المتعاقبون سبقوا أصدروا قرارات تتعلق بحصر
بعض المهن باللبنانيين. هذا يعود لسلطة المهنية أن تضبط هذا الموضوع. يعني إيه بس وقت لما يبقى هالقد حجم المشكلة، 1.5 مليون نازح، كيف بدو يلحقوا مراقبين وزارة العمل؟ وشو بدو يعملوا محاضر ويلحقوا يبرموا على مؤسسات منتشرة وعمال منتشرين؟ تعتبر أنه ملف النازحين وضع على السكة أو في رغبة دولية وإرادة دولية بعدم عودته؟ لأنه بنفس الوقت اللي بلبنان بنجي بنحكي عن أنه هذا الملف، أنه ملف حيوي وعودة النازحين، ورئيس الجمهورية ميشيل عون بيحكي بأكثر من مرفق دولي، وبلبنان عن هذا الملف أنه ضرورة العمل به بأسرع وقت ممكن. بنقرأ أيضا تقارير دولية أمريكية تحديدا وغربية بتقول أنه ما في إرادة دولية لعودة النازحين. هيدا بيزيد مسؤوليتنا، وهيدا بيزيد خطر تأجيل هيدا الموضوع وما يتحول للاجئين فلسطينيين في لبنان، لما يصير عندنا ملف لجوء، مع انه نحن مش بلد لجوء، ملف نازحين جديد. وهيدا الامر اللي بيستوجب من كل القوى اللبنانية المخلصة تتعامل مع هيدا الملف على انه خطر وطني حقيقي ويتعلق بالامن القومي. ونحمد الله انه اليوم في على رأس الدولة ميشيل عون، لأنه رافع لواء عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومؤخرا أبلغ كل مفادين الدوليين اللي اجتمع فيهم بالقصر أنه هذا الموضوع بيتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي عنا، وهذا الموضوع هو خطر علينا ونحن لن نتهاون فيه، أي عودة النازحين السوريين إلى لبنان. وبعتقد كل فريق وكل سياسي بيتعاطى مع هذا الموضوع ببرودة أو بتردد أو على قاعدة النكايات أو على قاعدة الأحقاد مع النظام السوري، هو يلحق أبلغ الأضرار بالمصلحة الوطنية العليا. نعم. وهو مسؤول أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ. طيب بدي انتقل لموضوع تاني، موضوع هلأ من شوي كنا باتصال مع نائب ألا عون، اليوم في اجتماع على، أنا غلبطت قلت الاجتماع على الهيئة العامة، هي هيئة المكتب يعني لتحديد جدول الأعمال اللي على أساسه رح تناقش مجلس النواب مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين. في موضوع حساس جدا اللي هو الموازنة. الموازنة هديك السنة كمان شفنا لجنة المال والموازنة عملت طويلا بجلسات طويلة على أعداد هذه الموازنة وعلى أساس أنه يصير في قطع حساب. اليوم في عودة للنقاش بموضوع الفترة السابقة، الفترة الزمنية السابقة يلي فيها المليارات الضائعة، خلينا نسميهم. إلى أي مدى اليوم هذا الملف هو بتحكي بالقانون وبالسياسة قابل للإقفال التام؟ لأنه نحن نوعدنا بالمرة الماضية بالموازنة أنه السنة الموازنة رح تكون حاملة كل الأجوبة. ما في مجال إطلاقا للإقفال التام إلا بناء على الوضوح والشفافية. وقت لما استلم الرئيس ميشيل عون الرئاسة كان صرنا 10 سنوات من دون موازنة، وكنا واقعين بإشكالية الحلقة المفرغة، حيث لا يجوز إقرار موازنة بدون قطع حساب بحسب أحكام الدستور. صحيح. وحيث كان مستحيل وضع قطع حساب في ظل الاختلالات القائمة في المالية العامة على مدى سنوات وعدم وضوح العديد من القيود والبيانات المالية. فقام بالمبادرة وتحملها بصدره الرئيس عون أنه منعمل موازنة ومنضمنها بند بتعهد الحكومة بإقرار قطع حساب وإرساله على مجلس النواب بيشمل كل هالسنوات السابقة خلال مدة محددة. وهيك صار، وأقرت الموازنة الأولى بال2017، بعدين موازنة 2018، ووزارة المال قامت فورا بالمباشرة بإعداد قطوعات الحساب عن السنوات المنصرمة. وبعتقد اليوم تقريبا هيدا الموضوع أصبح قيد الإنجاز. وقت لما بدأت تتوضح قطوعات الحساب، شو في نواقص، شو في اختلالات بينت، ما بدي اعتمد على الصحف أو على التسريبات، لن يكون هناك أي تساهل فيها. حتى لو كان لحظة حتى نحكي بالسياسة اللبنانية. نعم. في فريق سياسي مسؤول عن هذه الفترة وهو معروف، واليوم بلشت تطلع حتى الأصوات حتى من حزب الله، اليوم نواب حزب الله بلشوا يعني يقولوا الشيء اللي نحن بنعرفه يلي كانوا يقولوه، أو إذا بدك نقال سابقا.
أنه اليوم في فريق سياسي يرأسه الرئيس فؤاد السنيورة هو المسؤول عن هذه المليارات الضائعة، إلى أي مدى اليوم المشهد السياسي اللبناني هو مستعد أو قابل أنه يستوعب هكذا خطاب ممكن أنه ينوصف بالتصعيدي وأنه يفجر بعض العلاقات بين القوى السياسية، على اعتبار أنه الرئيس فؤاد السنيورة هو رجل أساسي في تيار المستقبل؟ ما حدا عم بفتش على اختلاق ملفات، ولا حدا عم بفتش ببداية عمل حكومة وصفر الرئيس ميشيل عون انه حكومته الاولى ووصف البيان الوزاري بان حكومة الى العمل. ما حدا عم بفتش لا على مشكل ولا على فتح ملفات بوش حدا، بس في انتظام مالية عامة لابد منه. انتظام مالية العامة يوجب وضع قطوعات للحسابات عن السنوات المنصرمة. اذا بين بهالقطوعات الحسابات انه في اختلالات، في بيانات مش مقيدة، في هبات مش مقيدة، إذا افترضنا، أنا مني عارف، أنا كوني رجل قانون ما بقدر أحكم بدون دليل، أتعاطى بدون دليل، بس وقت لما تتوضح الصورة، إذا توضحت الصورة وتبين أنه في اختلالات بالقيود. حسن خليل نفسه يا دكتور بيقول أنه قدرنا جمعنا كتير من الوثائق ولكن في مبالغ معينة لفترة زمنية معينة بعضهم ضايعين. كتير منيح، إذا ضلوا ضايعين هون لأنه ما بدنا نعمل زعل بنسكت عليهم، شو بنعمل فيهم؟ أنا عم بسألك. ساعتها لابد المؤسسات تاخد دورة. في مجلس النواب عنده القدرة المحاسبة، في قدرة على الاتهام أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ديوان المحاسبة بده يتحرك، في القضاء بده يتحرك، مش رئيس الجمهورية عليه أن يؤمن الغطاء اللازم لتطبيق الدستور والقانون، وهو ما يقوم به خير قيام الرئيس ميشيل عون. ولكن بالآخر في مؤسسات بدها تقوم بدورة، من وزارة مالية بدها تعمل التقرير، من مجلس النواب بده يحاسب ويسائل، من مجلس نواب قادر على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، ومن مجلس نواب قادر عند الاقتضاء وبناء على رغبة 5 من أعضائه أن يطرح موضوع الاتهام أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من خلال لجنة بشكلها بالأغلبية العادية بالأول. بعدين إذا هاللجنة وضعت تقرير يستطيع بناء على تقريره مجلس النواب بأغلبية الثلثين أن يتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أي رئيس أو رئيس وزراء أو وزير بالتهمة الاختلال والإخلال في الواجبات الوظيفية، إذا كان هالمؤسسات كلها هي ما بدها تعمل دورة بتكون المشكلة بالمؤسسات. على كل قاض أن يلاحق أي جرم أو شبهة جرم، وعلى كل نائب أن يسائل ويحاسب عن أي اختلال حصل سابقا أو حاضرا في أداء أي وزير أو حكومة أو رئيس حكومة. واليوم عندنا رئيس جمهورية يبارك ويغطي ويدعم كل خطوة إصلاحية، لا بل يدفع باتجاهها. وهون ساعتها على السؤال هو برسم كل نائب تلكأ أو كل قاض لا سمح الله تلكأ عن الإجراء المحاسبي. نعم. طيب بدي قبل ما يخلص وقتنا نحكي عن الموظفين يلي تم توظيفهم خلافا للقانون وهلأ قايمة لقيامة توظفوا قبل الانتخابات. بدي أعرف منك بحسب ديوان المحاسبة، لأنه يبدو أنه في ملف وصل عن ديوان المحاسبة، بدك تشرح لي المسار القانوني لهذا الملف وكيف يمكن الخروج منه. يعني واضح أنه في توظيفات خلق كل عمرها تحصل توظيفات للأسف من طريق الاحتيال على القانون، وهيدا تعبير قانوني، انه ما بيصير توظيف لان التوظيف لازم يصير عبر مجلس الخدمة المدنية، احيانا فاتورة، احيانا بالتعاقد، احيانا مياوم، احيانا مستعان به، وهيدي كلها تسميات رمزية لحقيقة واحدة هي مخالفة القانون في عملية التوظيف وإدخال أشخاص إلى الإدارة العامة خلافا للأصول المحددة أي عبر مجلس الخدمة المدنية. هذا الأمر أصبح فاضح أكثر وأكثر ونافر أكثر وأكثر من بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب اللي نص على منع التوظيف بكل أشكاله. للأسف تبين في حوالي 5000 داخلين. هاي العقود اللي تمت مع هال5000 طبعا هي عقود غير قانونية، لأنه ما بيقدر وزير يخالف قانون، وبالتالي هي عقود مشوبة بعيوب، عيوب تجاوز حد السلطة لأنه تجاوز سلطته، وعيوب مخالفة أحكام قانونية. ديوان المحاسبة بيقدر يعطي رأي
بعدم صرف معاشات هؤلاء، لأنه معاشاتهم مبنية على عقود باطلة، وما يبنى على باطل فهو باطل. هلأ بالآخر أكيد في حل بيصير عبر المؤسسات 100%، بس هو في اليوم عدة قراءات لإمكانية الحل، أنه ممكن في شيء بالدولة اللبنانية بيصير أمر واقع، وأمر واقع يعني وحق مكتسب، حتى لو كان بلش خلافا القانون بيصير حق مكتسب أنه يضله. بدي أعرف منك هول التفاصيل، يعني هل يمكن استخدام هذه الحجج التي ربما قد تكون قانونية يعني لإبقاء هؤلاء في ما في حق مكتسب مقابل نص قانوني صريح. الحق المكتسب بده يكون وقت لما القانون ما بيمنع هالحق، بس وقت لما في قانون صريح بمنع التوظيف بكل أشكاله ما في عنا حق مكتسب. ثانيا بدها تنشاف هالعقود، معمولة بس على سنة، معمولة على سنتين، كيف شكلها هالعقود؟ ما بعرف، ممكن إبطالها يعني إنه أول شيء أكيد ممكن إبطالها، تاني شيء ممكن اعتبارها منعدمة الوجود إذا افترضنا إنه وهي هيك. طب والأموال التي صرفت عليها إذا يعني إذا قال القانون إنه هذه تعتبر غير موجودة لأنها مخالفة للقانون، شو بصير بالأموال التي صرفت عليها؟ هون بده يصير إذا ما حدا ادعى، يعني إذا كان قبضوا أجورهم والدولة ما طالبت باستردادها، هون بده يصير في نقاش انه اذا صارت هناك مراجعة امام مجلس شورى الدولة، هل تغلب اولوية لا عمل بدون اجر وبالتالي هودي الجماعة اشتغلوا، او لا تغلب اولوية انه التوظيف غير قانوني والعقد باطل وما يبنى على باطل فهو باطل. بس هيدا كله بالنقاش بيكون متعلق بالفترة اللي مضت. بس لا يمكن الزام الدولة بالاستمرار بعقود غير قانونية. طيب هلا نحن عم نحكي بشكل قانوني، ولكن بالسياسة اليوم هل تعتقد انه بالسياسة في امكانية للوصول الى ابطال لهذا التعاقد مع الموظفين؟ يعني لأنه أنت بتعرف أنه هن تم توظيفهم على خلفية سياسية. طيب مش كل الكتل النيابية من بعد ما تكتل التغيير والإصلاح سابقا وتكتل لبنان القوي والرئيس العماد ميشيل عون سواء قبل الرئاسة أو بعد الرئاسة كان أول من طرح شعار الإصلاح ومكافحة الفساد، اليوم صارت كل قوى والكتل عم بتزايد وتتسابق برفع شعار الإصلاح. طيب كتير منيح، وقت لما هلأ عنا نحن واقعة في 5000 توظيف غير قانوني، يتفضلوا الكتل هني يجاوبوا، أنا ما بدي جاوب. الكتل اللي عم ترفع شعار الإصلاح ومكافحة الفساد وعم بتزايد، اليوم عم نسمع أكثر من مسؤول لبناني عم بيقول أنه عم بيبرر أنه لا ما صار على، يعني سمعنا مروان حمادي سمعنا غيره. طيب بدنا بيان من الوزارات، ما طلب مجلس الخدمة المدنية طلب ينعطى توضيحات حول هالتوظيفات. نعم. يتفضلوا يجاوبوا خطيا الوزارات والإدارات، هل تم التوظيفات أو لا، وإدي وشو الأسماء؟ ليش ندل بالردود والتصاريح الشفهية؟ ليش ما بيصير عنا بيانات رسمية؟ وبعتقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان عم بتحاول تستحصل، وطلبت حضور وزير التربية بعتقد ما حضر تنفهم مزبوط. إذا ما كان حاصل هالشي كتير منيح ما بقى في مشكل، بس إذا كان حاصل بدنا نفهم وين وبأي إدارات وبموجب شو حتى يبنى على شيء مقتضاه، علما أنه من الواضح إذا حصل في هناك مخالفة صريحة لقانون سلسلة الرتب والرواتب ولابد من المعالجة. رح تتعالج أو لا، خلي الكتل النيابية اللي عم ترفع شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد تجاوبنا، هل هالأمر منه فساد؟ وإذا فساد شو بتريد تعمل وكيف تتعامل مع هالوضع؟ خليهم يعترفوا فيه قبل، لأنه في بعض الكتل مش معترفة. مجلس النواب هو سلطة المساءلة، أول سلطة مراقبة ومحاسبة هي مجلس النواب، قبل ديوان المحاسبة وقبل القضاء مجلس النواب أم السلطات، ووظيفته الأساسية المساءلة والمحاسبة طبعا إلى جانب التشريع. الخبير الدستوري والبحث السياسي دكتور عادل يمين، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم الصديق عادل يمين، شكرا على وجودك بحوار اليوم. شكرا مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.